اعتمد العربي قديما على السماء ونجومها دليلا في ترحاله، حتى بات علم الفلك والنجوم جزءا من فطرته، واهتم بالقمر وحركته ومنازله في تحديد الأوقات وفصول السنة، حتى بزغ فجر الإسلام ليبدع العرب المسلمون في ابتكار أجهزة تعينهم على تحديد مواعيد الصلاة واتجاه القبلة. وأصبحت المساجد الجامعة لا تخلو من فلكي يقوم بتحديد الوقت من خلال واحدة من الآلات الفلكية التي عرفها وابتكرها العرب المسلمون. واستناداً على تاريخ عربي إسلامي عريق في علم الفلك، باتت الإمارات خامس دولة في العالم تنجح في الوصول إلى مدار المريخ ومن المرة الأولى، ورابع دولة في العالم تشارك في مهام استكشاف القمر لأغراض علمية، وأول دولة عربية تقوم بمهمة فضائية لاستكشاف سطح القمر. وهذه المشاريع تخدم الإنسانية وتدعم علوم الفضاء، خصوصاً أن الإمارات تسمح بتبادل المعلومات العلمية التي تجنيها من مساهماتها في قطاع الفضاء. يعود العرب مجدداً لتصدر المشهد في علوم الفضاء كما دأب أجدادهم عبر المستكشف راشد، المسبار الذي بني بأيدٍ إماراتية بشكل كامل، حاملاً أدوات علمية متطورة تكشف عن بيانات جديدة لم يتم الكشف عنها من قبل، مثل كاميرا التصوير الحراري التي ستوفر صوراً تساعد على فهم خصائص التربة على سطح القمر وحجم حبيباته، ومن أجل دراسة بلازما القمر، بالإضافة لكاميرا ثلاثية الأبعاد، ما يؤهل هذه الأدوات لدراسة جوانب لم تكشف من قبل في الرحلات السابقة. تتوالى الإنجازات الإماراتية في علوم الفضاء لتصبح الدولة مركزاً إقليمياً لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في المنطقة خلال سنوات قليلة، واضعة نصب عينيها أهدافاً استراتيجية في وصول العنصر البشري إلى كوكب المريخ والقمر قبل المئوية الأولى لاتحاد الدولة، متسلحة بطموح قيادة لا ينتهي عند حدود ولا يثنيه شيء عن صناعة التاريخ.